صباح الخير، أحد منكم يعرف هذا؟ الظاهر ما حد منكم يعرفه أو القليل اللي يعرفه. طيب إحنا اليوم بنتكلم عن قصته. هذا من القلائل في العالم اللي من رحم المعاناة، اللي قاتل وناضل نحو هدفه. هذا اللي أنتوا تشوفوه عقلية جبارة، هذا وراء اختراع ثلثي الشخصيات الخارقة اللي أنتوا قد تابعتوها أو شفتوها أو حتى قد سمعتوا عنها. اخترع شخصيات خارقة كثير خلال فترة حياته، أشهرها إكس مان، هالك، أفينجرز، بلاك بانثر، أنت مان، سبايدر مان. واليوم قصتنا قصة سبايدر مان لأنها نقطة تحول في حياة هذا الشخص. اسمه ستان لي، ولد عام 1922 ميلادي في نيويورك. عائلته ما كانوا أمريكان الأصل، وإنما هم مهاجرين من رومانيا، والحالة الاجتماعية كانت جدا سيئة كونهم أصلا مهاجرين وما شردوا إلا أنهم يدوروا لقمة العيش. مع ذلك إلا أن الولد هذا كان فنان، كبر ودرس وحتى شارك مع الجيش الأمريكي في الحرب العالمية الثانية ككاتب. كانت وظيفته كاتب ورسام، وفترة الأربعينات والخمسينات والستينات وسائل الترفيه عندهم ما هي زي دحين الأفلام والمسلسلات والشغل ذا، لا، كانت الحاجة اللي عليها إقبال والناس تدفع فلوس فيها هي المجلات، خصوصا المجلات اللي فيها رسومات وفيها قصص وفيها أبطال خارقين. وهو كان أحد الموظفين اللي شغالين في إحدى المجلات اللي لها علاقة بهذا الموضوع، فكان مشغل المجلة صح، لأنه هو العقل المدبر والمبتكر والمخترع لكل الشخصيات الخارقة اللي تنزل في المجلة برسوماته بالقصص اللي ينزلها وكانوا يبيعوا. فجاء يوم من الأيام مديره قال له: إيش رأيك تخترع لنا كمان شخصية جديدة عشان نعلي المبيعات ونظبط الليلة؟ راح البيت وقعد يفكر المرة هذه إيش أسوي. هو دائما إذا جاء يخترع الشخصية أول شيء يبتكر الحاجة الخارقة اللي عند الشخصية، ورسم الشخصية سهل. فالمرة هذه حبي يفكر بالعكس، قال: ليش ما أشوف واحدة من الحشرات هذه وخلي رجل خارق عنده إمكانيات أي حشرة، مثلا رجل النملة، رجل البعوض، رجل الفراشة، رجل العنكبوت. فوقف عند رجل العنكبوت هذه، ليش؟ لأنه بالإنجليزي لما يقول أنت مان أو مسكيرو مان، سبايدر مان يعني أشيك شوية. فقال: حلو، أخليه الرجل العنكبوت، وغير كذا أخلي القصة إنه شخص في عمره مراهقة ويعاني من مشكلة. بس هي ذي، جبت الديب من ديله زي ما يقولوا. راح جري على طول على المدير حقه: أسمع، هات البشارة، خلاص جبتها. قال له: إيش؟ قال له: جبت البطل الخارق. قال له: هات أعطيني الهرجة. قال له: الهرجة وما فيها رجل عنكبوت، والفكرة إنه شخص مراهق، والمراهق هذا عنده مشكلة. طالع في المدير: خلصت؟ قال له: إيه. قال له: أقول لك شغلة. قال له: ها. قال له: هذه أسوأ فكرة سمعتها في حياتي. خرج من مكتب المدير وهو ما هو شايل نفسه من الإحباط والتحطيم اللي أكله، سهران طول الليل، تعبان في الفكرة ومؤمن فيها وحس إنها قوية، والمدير يقول سيئة. المهم يقول: أنا مؤمن بالفكرة، رميتها في الترج وقلت لهني حين وقتها. فاللي صار إنه في ذلك الوقت كان في مجلة، ونفس المجلة هذه خسرت وحتقفل، وأعلنت إنه حتنزل آخر إصدار لها. جاته فكرة، قال: ليه ما أتجه للمجلة؟ هي كذا كذا خسرانة وآخر إصدار لها، أنا لو نزلت أصلا خبر سبايدر مان ولا رسمة سبايدر مان ولا غلاف سبايدر مان والله ما حد درى عني، وأصلا مديرها كمان يعني ما هو مدقق إيش الحاجة اللي حتنزل حتى يدقق فيها، قيد آخر شيء خلاص هي بتقفل كذا كذا. أعطاهم الفكرة، وافقوا عليها، نزل سبايدر مان في مجلتهم اللي حتقفل خلاص. بعد كم شهر إلا المجلة هذه اللي كانت بتقفل صار عندهم إيرادات ومبيعات، وأصلا هونوا يقفلوا، والناس ما عندها كلام إلا عن البطل الخارق الجديد وسبايدر مان، وأصبح حديث المجتمع. شوية إلا مديره جاي وجري من مكتبه: ستان، قال له: ها. قال له: تتذكر شخصية البطل الخارق اللي سويتها اللي حبيناها؟ إيش رأيك نبقى ننزل سلسلة لها يا أخي؟ ننزل سلسلة منها، ليش لا؟ ما أنت حبيتها. المهم نزلوا سلسلة وتوالت الإنجازات والرسومات والأبطال الخارقين
إلى أن وصل ستانلي رئيساً لشركة مارفل نفسها، كان عنده أسهم بعدين تملكها. ستانلي ما كان فقط مجرد رسام وكاتب، بل كان ممثل أيضاً في كثير من الأفلام اللي أنتجتها شركته، بس لكن كانت أدواره ثانوية. ما أنسى أقول لكم أنه هذا الشخص مات عام 2018 عن عمر يناهز 95 سنة، إلين آخر يوم في حياته كان عايش الحياة بالطول وبالعرض، يمكن حتى السنة اللي مات فيها طلع ظهر فيها في فيلم. أختم كلامي كله ببعض العبارات اللي قالها بمناسبة نجاح شخصية سبايدر مان. If you have an idea that you genuinely think is good, don't let some idiot talk you out of it. Now, that doesn't mean that every wild notion you come up with is going to be genius, but if there is something that you feel is good, something you want to do, something that means something to you, try to do it. Because I think you can only do your best work if you're doing what you want to do, and if you're doing it the way you think it should be done, and if you can take pride in it after you've done it, no matter what it is, you can look at it and say, I did that, and I think it's pretty damn good. That's a great feeling. So don't let idiots talk you out of something that you think is good.